تحياتي لكم والجمهور الكريم. لا أعتقد بأن هناك عودة لنظام الأسد الإرهابي المجرم إلى الحضن العربي، وإن استقبلته إحدى الدول مثلا لتمرير رسائل معينة، ولكن هذه المرة هذا المؤتمر يعني هناك حديث أولا عن أنه لا يوجد حل سياسي حتى الآن، لا يوجد تقدم في الحل السياسي حتى الآن في سوريا. هذا اعتراف دولي مهم ذكره اليوم رئيس الاتحاد الأوروبي. ثانيا هناك رسائل مررت عبر هذا المؤتمر بأنه لا يوجد إعمار لسوريا بدون حل سياسي ورضوخ نظام الأسد للحل السياسي الدولي المنشود وتنفيذ القرار 2254 أو القرارات الدولية بشأن سوريا. لا أو أيضا هناك كلام عن المعتقلين المختفين قسريا يجب على تقدم المفاوضات في لجنة سوريا وما شابه ذلك. إذا هناك رسائل دولية لأنه يجب ألا يطبع ولا يعترف بهذا النظام ويمنع عودته إلى حضن العالم وإلى الحضن العربي أيضا. طبعا هناك ممانعة عربية كبرى لعدم التطبيع مع هذا النظام المجرم حتى تحقيق الحل السياسي، وإذا نحن بانتظار تحقيق الحل السياسي. ولكن يعني أستاذ ربيع أنت تحدثت عن عدم عودة الحكومة السورية، ولكن الوقائع على الرغم من أنه أنت ذكرت يعني لأهداف سياسية أو ما سواه من الأهداف وإرسال رسائل كما ذكرت، ولكن لا شك أن هنالك تغييرا بعد نحو 12 سنة من هذه الحرب في سوريا من الجانب العربي. يعني السؤال المطروح الآن، ألم يحن الوقت إلى أن يعني يكون هنالك تواصل ربما ما بين الحكومة السورية أو حتى الروسية في مثل هذه المؤتمرات؟ نعم أستاذي الكريم، لا يحين الوقت إلا بعد إسقاط الأسد. هذا النظام غير معترف به دوليا، حتى روسيا حليفه الرئيسي في قتل أبناء الشعب السوري ومنع الحل السياسي بإصدار 13 فيتو في مجلس الأمن وإغلاق مجلس الأمن لعدم التدخل أبدا في مأساة الشعب السوري وإيقاف هذا الشلال من الدم والزلزال من العذاب. حتى روسيا اليوم ممنوعة من وصولها أو من دخولها أو من حضورها مثل هذه المؤتمرات، لأنها اليوم هي أيضا دولة منبوذة من قبل العالم بعد عدوانها على أوكرانيا، عدوانها وحربها الظالمة ضد الشعب الأوكراني وجرائم الحرب التي ترتكبها هناك. إذن هذا النظام لم يعد ولن يعود إلى الحضن العربي أبدا. هناك قرار عربي من المملكة العربية السعودية ومن مصر، جمهورية مصر العربية ومن دولة قطر، تمنع عودة هذا النظام حتى وإن استقبلته دولة معينة. دولة يعني هذا لا يقدم لآخر، استقبلته لتمرير رسالة سياسية مثلا، للدخول في وساطة بينه وبين تركيا مثلا، هكذا يقال لإبعاده كما كذبوا على الناس عن حضن إيران. كل هذه مجرد أكاذيب. هذا الاستقبال في أحد الدول العربية لا يعني عودة نظام الأسد المنبوذ الإرهابي المحكوم بالسقوط عسكريا أم سياسيا إلى الحضن العربي أو الدولي. أشكرك جزيلا شكر الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ربيع شعار على هذا الحديث، شكرا جزيلا لك.